مناف ايش رايك؟ هم زي ما يقولوا ابو جود المعنى في بطن ما الشاعر في بطل، هو طلع اللي في بطنه كله، ما خلف بطن الشاعر ولا شيء. لكن اللي طلع في بطنه هذا كله بصراحة كلام محير، بصراحة تصريح جدا غير لائق، وتصريح ما هو في مكانه، وقبل لا يكون انه اساءة او يكون شيء، هو اساءة لنفسه. وزي ما تفضل استاذ محمد، انا حقيقة المفروض يكون في استفسار منه ايش اللي يقصد بكلامه هذا. انا اعرف نادي النصر، يعني هل في محاباه لنادي النصر؟ يعني كلام غير منطقي. انا اعتقد انه عندنا في الدوري السعودي الكل سواسي، ما حيكون في محاباه فريق عن فريق. وزي ما تفضل، اعتقد انه المفروض يكون من جهه نادي الوحده يكون برضو عقاب او استفسار على الاقل ايش المقصود من كلام المدرب كيرينيو. لكن بشكل عام انا اعتقد انه تصريح غير لائق لشخص كيرينيو ووجوده في الدوري السعودي من سنوات كثيره، انه يقول تصريح زي كده يدخل الشكوك في بعض، يعني في بعض النفوس اللي المفروض انه ما تصير في الدوري السعودي.